ماما تسمحي لي أسألك سؤال؟ إذا ابني حبيبي ما بيحق له يسألني، مين بيحق له؟ يعني أنا حاسك إنك عم تحكي عن بابا بنفس جديد. بصراحة صاير شي ما بعرفه. شو بده يصير يعني؟ ما بعرف ماما، بس أنا ولينا حاسين إنه يعني كأنه رأيك ببابا تغير. حتخبي علينا ماما؟ ما بعرف، يمكن الوحدة اللي عشتها بفترة العدة خلتني ضوج وفكر وراجع حالي واتذكر كل شي صار. ما بعرف، يمكن وقت كنت اتخانق أنا وأبوكم كان لازم طول بالي. ما بعرف، يمكن كان لازم أعتني بحالي أكتر، أو كان لازم أعرف وين وجع وداوي. بس كرامتي ما كانت تسمح لي، لأني كنت حس دائماً إنه الحق علي مو عليه. تعرفوا السيرة منفتحت. مبارح حلمت إني وأنا وأبوكن رجعنا لبعض، وإنه هو متغير وأنا متغيرة، ولما فقت كنت مبسوطة كتير. بس بعدين تذكرت إنه كل واحد منا راح بحال سبيله. يعني مثلاً إذا راد يرجع لك أنت بتقبلي ترجعي له؟ إذا بيوعدني إنه يغير طبعه بقبل، مشانكم أنتوا ها. بس مشاننا؟ ومشان العشرة الطويلة اللي بيني وبينه. يعني الغريب إنه ليش هالحنان ما تفجر إلا بعد ما اتطلقتوا؟